الأعزاء متابعي قناة الحوار التفاعلية، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج الجزائر والناس. حديثنا اليوم على بورصة الدراما، هذه البورصة التي تنتعش في سهرات رمضان، حيث يميل الكثير من المنتجين إلى تقديم أعمالهم خلال هذا الشهر الفضيل على القنوات الفضائية. هذا العام نتكلم على الجزائر، شهد منافسة شرسة بين العديد من المسلسلات في على المحطات الفضائية أو حتى مواقع التواصل الاجتماعي. لاحظنا أيضا الحلقات توضع في اليوتيوب وتوضع في التيك توك ومختلف هذه الوسائط، وأصبحت البورصة تعرف هذه المنافسة ما بين المنتجين على الرهان على عدد المشاهدات، نوعية وجودة الأعمال، جودة النصوص، جودة الأداء، هذه كلها أشياء تدخل بدون شك في نقد هذه الأعمال الفنية. لي من أجل الدردشة في هذا الموضوع والحديث الموضوع أسعد باستضافة الأستاذ عمار برويس. مرحبا بك معنا اليوم في الحوار. مرحبا أستاذ مصطفى بونيف، وأنا سعيد جدا بوجودي في هذا الفضاء. أهلا وسهلا بك، ومرحبا أيضا، شكرا لمؤسسة الحوار والأستاذ محمد يعقوبي. الله يسلمك، أهلا وسهلا بك. كما قلت أنا الآن في المقدمة، بورصة الدراما إن صح تعبير تاع بورصة الدراما يعني تعرف انتعاش ومنافسة شرسة خلال شهر رمضان. أولا، ما رأيك أنه تكون للدراما مواسم؟ ندخل من هذا الباب. هو العادة أخ مصطفى أنه رمضان يلزم له دراما خاصة به، هذا التقليد الموجود ليس فقط في الجزائر ولكن في كل الدول العربية، هناك إنتاجات درامية خاصة فقط بشهر رمضان. وطبعا هناك الإنتاج العادي السنوي الذي يتم إنتاجه على مدار العام. المشكلة أنه الإنتاج الدرامي أصبح كثيف جدا خلال شهر رمضان بدافع الربح في بعض الأحيان، لأنه خلال شهر رمضان مثل ما نلاحظ مثلا هذه السنة في الجزائر كاين البرامج، كاين عامل الإشهار يدخل في الإشهار للمنتجات إلى آخره. فمنذ 3 سنوات أعتقد تراجع العمل الدرامي في الجزائر مثل ما تراجع في كل دول العالم بسبب كورونا. أصبح من الصعب جدا على أي منتج أن ينجز المسلسل في ظروف صحية صعبة جدا، خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومات والدول للحد من انتشار فيروس كورونا. فتراجع الأداء ليس فقط على المستوى الدرامي ولكن حتى على المستوى الاقتصادي أيضا. وعندما يتراجع الأداء على المستوى الاقتصادي، شركات التي تنتج مختلف السلع، عندما يتراجع الأداء الاقتصادي تنقص الموارد المالية، وعندما تنقص الموارد المالية الشركة يصبح المال الذي تخصصه للإشهار قليل، فلذلك ينقص الأمور مترابطة مرتبطة ببعضها البعض. فعندما الآن نشاهد انتهى فيروس كورونا، عادت الأمور إلى سابق عادها، هناك انتعاش صحيح على المستوى الاقتصادي على المستوى التجاري، فكثير من الشركات المعلنين أصبحوا يمولون الأعمال الدرامية ويركزون على رمضان، لأنه في رمضان لماذا المشاهدة ترتفع. إذا كان خلال السنة كاين عزوف في مشاهدة برامج التلفزيون، الناس بدأت تقاطع التلفزيون على مدار العام وتتوجه نحو المواقع والمنصات الرقمية، لكن في رمضان لا، في رمضان يصبح التلفزيون جزء مهم من يوميات المشاهدين، لذلك نشاهد هذا الكم الكبير من المسلسلات والأعمال الفنية. أستاذ، لاحظت أنا هذه السنة، ربما لاحظت معي بخصوص الدراما الجزائرية، للظاهر أنا عرفت انتعاش، عرفت تطور. سبب ذلك أنني لاحظت بعض النقاد حتى المشارقة
غير الجزائريين اهتموا بالأعمال الجزائرية وكتبوا عليها، وحتى يعني لما نشوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات الأشقاء العرب على هذه الأعمال الجزائرية. ما تفسيرك لهذه الظاهرة؟ هل تطورت فعلا الدراما الجزائرية؟ ماذا حدث؟ هي التطور موجود، ينبغي أن نعترف بذلك، ولكن أعتقد أنه المواضيع المقترحة في الدراما هي التي أثارت الانتباه. منذ سنتين ثلاث سنوات، أنا لا أذكر تحديدا، البداية بدأت الظاهرة بدأت بمسلسل أولاد الحلال. نعم. هناك بالنسبة لي أنا رأيي الشخصي، لما نتكلم عن الدراما الجزائرية نتكلم على دراما ما قبل أولاد الحلال ودراما ما بعد أولاد الحلال، لأن أولاد الحلال فاصل في الحقيقة. فاصل لماذا؟ في الموضوع وفي المعالجة وفي الإخراج أيضا. ليس من عادتنا أن نرى الحارة الجزائرية بكل تفاعلاتها وبكل العلاقات البشرية الموجودة وبمشاكلها وبأمراضها أيضا، خاصة انتشار عصابات الأحياء وتجارة المخدرات. وأعتقد الشهادة تواصل بعد ذلك في بابرلوح. الآن هذا العام الانتباه أخذه مسلسل الضمة الذي يعرض على قنوات التلفزيون العمومي، من هذا أولا لموضوعه، ثانيا لظهور المدينة أيضا في المسلسل. عادة أخ مصطفى، عادة أنا حسب الملاحظة تاعي الدراما الجزائرية يتيمة من حيث الجغرافيا، من حيث الانتماء. نشاهد مسلسل جزائري ولكن في فيلا، في شقة فاخرة، في ديكور فاخر، لا نرى المدينة. عكس ما يحدث الآن، مثلا الناس انتبهوا إلى بابلوات. من بين أسباب نجاح الضمة هو حي بابلوات. مدام أستاذ، تعرضنا لنا دخلنا في عمل معين اللي هو داما، اللي حقيقة حصد نجاح كبير بدون شك. يعني هل هي البوليميك اللي وقعت والنقاش اللي وقع بسبب علاش حكى على باب الواد وهذاك الكلام الذي سمعناه في ذلك الوقت، هل يروج أول مرة نشوفه؟ هذه حقيقة هذه أول مرة نشوفه عملية كاملة، شرح كامل، تشريح كامل لعملية الاتجار بالمخدرات اللي راها الآن لازم نعترفه موجودة في مجتمعنا، حتى عند الفئات نتاع الأطفال والقصر. في رأيك سبب نجاحه هو هذه الفوضى التي صاحبت عرض المسلسل والاعتراضات اللي وقعت، أم أنه فعلا الموضوع كما تفضلت هو السبب، يعني نجاح المخرج في وخز المشاهد؟ هو أخ مصطفى، أنا ما أعيبه على الدراما الجزائرية بشكل عام، هو أنها لا تظهر المدينة التي تصور فيها أو الحي، ويصبح بذلك المسلسل أو أي عمل فني يصبح يتيم، لا ينتمي إلى أي منطقة. فالضرورة أن تفرض أنه يكون ابن الدراما، تكون ابنة زمانها، تتعامل مع موضوع زمانها ومدينة زمانها أيضا. فمدام تكلمنا على الضمة أثار الانتباه فعلا، أثار الانتباه، لأنه أولا أخذ نجاحه من سمعة حي بابلوات أيضا، أثار الانتباه نظرا لمحتواه أيضا، محتوى عنيف، بمعنى أنه يظهر للمجتمع صورته في المرآة. نحن في كثير من الأحيان نرفض أن نرى صورتنا في المرآة، خاصة لما تكون الصورة قبيحة أو فيها مشاكل أو أمراض معينة. في بعض الأحيان نرفض أن نعترف بوجود خطأ ما، أو حتى على مستوى الإنسان، يعني لما واحد تكلم وتقول له أنت فيك هذه الأخطاء وهذه الأخطاء، لا يعترف بذلك. نعم. وكاين أيضا ظاهرة الأداء الخرافي
هذه اللي كنت راح نسألك عليها. الممثلين بالذات في هذا المسلسل هذا العام يعني برزوا بشكل عجيب، يعني هل هذا إبداع المخرج أو هو أنه الممثلين لقاو فعلا لقاو؟ يعني احنا دائما على مدار سنوات كان التبرير اللي نسمعوه يقول لك ما كاش نصوص، ما عندناش نصوص، أعطيني نص جيد نعطيك عمل جيد. هل الثراء هنا في رأيك هذا النقلة هذه اللي خلتنا نشوفه أثرت حتى على أداء الممثلين؟ ريم تاكوشت ظهرت نجمة هذا العام. صحيح. أيضا عايدة عبيبسة. نعم عايدة عبيبسة فعلا قمة في الأداء في التمثيل. فهذا الفنانين هذو اللي يعني نقول بزغ نجمهم من جديد، سبب براعة المخرج أم أن النص ناسبهم تماماً أم أكيد أنا أم الجمهور؟ لا أعتقد أنه هما في حد ذاتهم ممثلين ممتازين، ربما ما جاتهمش فرصة لكي يظهروا مقدراتهم وإبداعاتهم في المجال، جاتهم فرصة تحت إشراف مخرج متميز فقدموا ما شاهدناه على الشاشة. بالنسبة للسيناريو حبيت نقول كلمة مصطفى. نعم ومهم جدا الموضوع على السيناريو. الكثير من الناس في الجزائر نقاد فنانين صحفيين يتحدثون حول ضعف السيناريو. كثير من الناس يتحدثون عن ضعف السيناريو وأنه في الجزائر كتاب سيناريو قليلون وسيناريوهاتهم لا ترتقي إلى مستوى عالي. أنا نقول ما يلي: كتاب سيناريو موجودين، النصوص موجودة أيضا، المشكلة أنه في اعتقادي ربما أكون مخطئ، في اعتقادي المشكلة أنه الإنتاج الدرامي الجزائري لحد الآن يعتمد على الفردية في العمل. معناها أنه شركات الإنتاج هي عموما شركات عائلية فردية وليست مؤسساتية مثل ما موجود في دول أخرى عندها تجارب في هذا الإطار. لما تكون أنت عندك واحد عنده شركة إنتاج وتلقاه هو المنتج وهو الممثل وهو المخرج وهو كاتب السيناريو، كاتب السيناريو، أكيد أن النتيجة راح تكون ضعيفة، يعني لأن هذا ما يوصف بشلالية. لماذا لا تنفتح هذه المؤسسات على كتاب السيناريو في مستوى الوطني ولا تخصص ورشات؟ ورشات يعني كل عمل درامي يكون عنده ورشة تاع كتاب سيناريو، يعني ما يعتمدوش على سيناريست واحد فقط، لأنه كما تعلم أستاذي السيناريو عمل تقني دقيق جدا، يتطلب تركيز عالي خاصة أنه يزامن النص مع الوقت. أنا شفت هكذا في بعض الأعمال مجموعة من كتاب السيناريو يعني 6 ولا 7 يتعاونوا على عمل واحد، بالتالي يكون خالي من التناقض، يكون فيه المزيد من الإثارة والتشويق. هذا معمول به في كثير من دول العالم، أنه سيناريو عمل جماعي، ورشات 3-4-5 يكتبوا سيناريو. هذا اللي كنت نشير ليه أنا، أكيد لو فتحنا المجال للكتاب السيناريو في 58 ولاية أكيد أننا نجد النصوص الجيدة والأفكار الجديدة ولكن أنا نشوف اللي الأمور محتكرة من قبل مجموعة هكذا منتج مدى بها الأمور تبقى في الدائرة، ربما يقتصد أيضا. نعم لأنه صحيح يقتصد. صحيح. فالدراما ينبغي تحرير الدراما الجزائرية، ينبغي تحرير المبادرات، ينبغي فتح المجال لكتاب السيناريو على المستوى الوطني. هذه الظاهرة الأولى. ثانيا ما يمكن أن نلاحظه، الدراما الجزائرية دراما بين قوسين اسمح لي على العبارة، دراما شمالية ساحلية. نعم كل الإنتاجات موجودة في الساحل الجزائري، في المدن الساحلية. نعم. أين هي دراما أين هي الدراما، أين هي المدن الجزائرية في الهضاب وفي الصحراء؟ صح فعلا. لماذا لا نجد مسلسل جزائري يصور في تيميمون أو في إليزيا أو في تمرسط
ويتناول قضايا أخرى موجودة هناك وربما وتكون أكثر ربما متعة وإثارة. متعة خاصة أن الصحراء الجزائرية يعني ديكور طبيعي مفتوح، ما تحتاج إلى ديكور وإلى موبيليا وستائر وقصور. لا يعني الحياة البسيطة هذه تقدر تجيب منها قصص رائعة ومشاهد أروع. هذا المطلوب، هذا المطلوب. لماذا سؤال؟ لماذا الدراما الجزائرية دائما هي دراما ساحلية ودراما مدنية؟ يعني مدنية بمعنى المدن، مدن نسبة نسبة المدينة. يعني حبيت تقول علاش ما كاش دراما تعالج القضايا اللي موجودة في القرى وفي الريف؟ الريف مغيب في الدراما الجزائرية. نعم مغيب تماما. كانت كاينة تجربة، أنا ذكرها كنت صغير أستاذ، وتجربة ناجحة جدا تصورت في الريف، مسلسل كلثوم جميل عراس. صحيح وجميل جدا، شد انتباه المشاهدين ذاك الوقت. الريف جميل عراس، درت أيضا دوار الشوية قبل سنوات، دوار الشوية في مسلسل ممتاز أيضا في الريف. مع أنه هذا العام، هذا العام كاين مسلسل جميل جدا في 15 حلقة أنا شاهدته وأعجبت به كثيرا، اسمه عين الجنة. عين الجنة، نعم عين الجنة. عين الجنة صورة في قرية صغيرة قرب بوسعادة في ولاية المسيلة، بث على قنوات تلفزيون العمومي. شفت جميل جدا، يتناول قضايا التنمية في منطقة نائية صغيرة، وكيف يكون هناك صراع من أجل رئاسة المجلس البلدي والتنمية في المنطقة ومشاكل البلديات الصغيرة الفقيرة المعزولة. صراحة مسلسل مثير للانتباه والاهتمام. فأنا نقول أنه على عكس مثلا الفيلم الجزائري، مصطفى الفيلم الجزائري فيلم ريفي، تجربة تاعنا في السينما أغلبها ريفية. نعم الفيلم والعصا الفيلم والعصا الفيلم الفائز بالصحفة الذهبية في مهرجان كان في سنوات وقع سنين الجمر. نعم فيلم ريفي. أغلب أفلامنا الجزائرية فعلا يعني حتى 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 سلسلة أفلام المرحوم حسن حساني أبو بقرة كانت كلها يعني كلها أفلام ريفية وقاس النجاح. عكس ذلك الدراما، دراما مدينة ومدينة وساحل، يعني مركزين على الساحل أكثر. فهذه الأمور في اعتقادي، أنا مش نقول بلي الدراما لازم تكون عندها دور مثل الروبورتاج التلفزيوني أو المقال الصحفي لازم تهتم ب، لا، ولكن ما الذي يضر أيضا لو تكون دراما أيضا عندها دور آخر بالإضافة إلى دور الترفيه، وفي رمضان الترفيه والتحسيس، لماذا لا يكون عندها دور سياحي أيضا؟ أن تقدم للمشاهد جمال هذا البلد ومعالمه السياحية ومعالمه الحضارية والثقافية وأزيائه الجميلة التي تسرق الآن من طرف. نعم نعم هذا تتعرض للسرقة والخطف من قبل دول أخرى وتنسب. نعم. وتنسب إليها. إحنا من الأهمية بمكان أن نروج لهذه الأمور وأن نروج إلى الجزائر وجهة سياحية. أخ مصطفى لو سمحت لي نفتح قوس صغير، الدراما التركية ساهمت بنسبة كبيرة جدا في جعل اسطنبول وجهة سياحية من الطراز الأول. نعم الجزائريين عادوا دائما يفكروا يقول لك نروح نروحوا لتركيا سياحة بعد ما شافوها في المسلسلات. الآن تأخذ أي مشاهد جزائري مثلا يحب السينما، واحد سينيفيل عاشق للسينما ويشوف الأفلام السينمائية، يذكر لك الساحات العمومية الموجودة في سان فرانسيسكو اسم باسم وشارع بشارع، ما هي الشوارع الموجودة في سان فرانسيسكو أو في نيويورك أو في لوس أنجلوس، ويذكر لك المواقع السياحية من أين؟ من الأفلام. الأفلام والدراما عندها هذا الدور أنها تروج للسياحة، تروج لللباس التقليدي، تروج للثقافة، تروج لحضارة أيضا. الجزائر بلد ضارب في عمق في التاريخ، فمهم جدا أن نفتح دراما تفتح، في اعتقادي تفتح على هذه الأمور.
مسلسل آخر صناع الحدث خاصة في الحلقات الأخيرة منه، أعتقد أنه أيضا في البورصة ارتفعت أسهمه كثيرا، البطحة، مسلسل البطحة، قدم ليثني، قدم وعر المجتمع وأظهر المجتمع من الداخل. هل نفس العوامل اللي نجحت داما هي نفسها اللي نجحت البطحة في رأيك؟ ممكن ممكن، لأن الموضوع مهم جدا. الموضوع مهم لماذا؟ لأنه المشاهد يهمه أن يرى نفسه في الدراما، بمعنى أنك أنت لا يمكنك أن تتحدث الآن حول قضايا لا تهمني أنا، لأنه دراما أخ مصطفى، المخرجون والكتاب السيناريو لا يؤمنون بنظرية الفن للفن. لا، ما كانش حاجة اسمها الفن للفن، معناها أنا ندير دراما فقط من أجل المتعة لا، دراما عندها هدف وعندها رسالة وعندها، فلما يكون الموضوع مثير أكيد أن النجاح يكون. ولكن جميل جدا النقاش الدائر هذه الأيام في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصحف أيضا، جميل جدا نتحدث حول ما هي الواقعية في الفن. هل الكثير من الأساتذة، أنا قرأت الكثير من الأساتذة، نقاد أساتذة في الجامعات يتحدثون حول الواقع في الفن انطلاقا من الضمة. الضمة خلق ظاهرة، أصبح ظاهرة، ومنه تم اشتقاق هذا النقاش الدائر، ما هي الواقعية في الدراما. هل معنى ذلك أننا ندي الكاميرا لشارع باب الواد ونبدأ نسجل ما يحدث في باب الواد ونقول بلي هذه هي هذا هو الواقع؟ لا، نقل الواقع ينبغي أن يكون بأساليب فنية وجمالية، أكيد قد لا نقدر عليها. ولكن مع ذلك، لكي أعود إلى سؤالك، أقول بأنه الموضوع تاع الدراما مهم جدا أن يكون قريب من نفسية المشاهد حتى يخلق هذاك المتابعة والإنتشار. لا، احنا عهدنا في طيلة سنوات سابقة أنه في رمضان الأعمال الكوميدية هي التي تطغى، يعني ضحك ونتبعوا غير الاسكاتش والمسلسلات السيري والسيت كوم أيضا اللي كانوا علامة مميزة للدراما الجزائرية بشكل عام. يعني صح. الآن هذا العام تراجيديا تغلبت على الدراما، مثلا جعفر قاسم هذا العام قدم لنا عمل جديد دار فشوش، لم يلقى نفس الرواج الذي عرفناه في السنوات السابقة. يعني هل الناس بدأوا يروحوا يتوجهوا نحو التراجيديا ويبتعدوا على الكوميديا، أم شفتها كاين أسباب أخرى؟ لا، هو مليح التنوع، هذا مليح التنوع، أفلام تراجيديا كوميديا مليح جميل. مع أنه جعفر قاسم أنا نشوف أنه جميل ايضا العمل اللي طبعا رائع، ما هذا بدون شك، من حيث الشكل، على الاقل اخراج الديكورات. هو دخلنا للعائله البرجوازيه، يعني دخلنا في العائلات البرجوازيه ودخول غير موجوده مش بالضروره موجوده هذه العائله، ما نظنش كاين عائله بهذيك المواصفات في الجزائر. ولكن الجميل في دار الشوش، وجهه نظري، الجميل هو هذاك الاستحراض الجميل للباس التقليدي الجزائري. نعم، هو ما زالوا يخدم بالرموز، لا لاحظته، يعني مثلا اختيار الطباخ شيف المناسب للبيت، ذكرنا بظروف اختيار مدرب مثلا لما كانوا دايرين هذاك المزاد العلني، وغضبت هذيك لبسه لباس تاع المروك، ذكرنا بما حدث في القمه. ما زالوا يخدم بالرموز. ما رايك في الرموز، استخدام الرمز في الدراما؟ ما رأيك في هذه الفكرة هذه اللي راه رائد فيها جعفر قاسم على كل حال؟ لا، هي الفن يقوم على الرموز أيضا، الفن. نعم، الفن سواء في المسرح، حتى في المسرح أيضا، في السينما، في طريقة من الطرق الفنية الجميلة لتقديم فكرة معينة، لتقديم لكن مثل ما كنت أقول، يعني الدراما مليح أنها تكون مفتوحة حول هذه كل القضايا. جعفر قاسم قدم خدمة جميلة جدا لتراثنا في مجال. نعم، هو مشكور على هذا الشيء صراحة. التراث اللي قاعد يتعرض الآن إلى سرقة والنهب،
من طرف جيران جيراننا. نعم، لا هو حقيقة أبهرني في لما قدم الكراكو، القفطان، الحايك، المأكولات التقليدية لما كانت توضع على المائدة يحطها الشيف أكلي. صحيح. فبالعكس يعني احنا نحيوه على هذا الشيء اللي داروا. كاين نقطة أخرى أيضا مهمة في كل رمضان تظهر عندنا هنا في الدراما الجزائرية بالذات، هي الاعتماد على الممثلين المحترفين أو الهواة الذين يأتون من التيك توك ومن اليوتيوب. هل يؤثر دخول غير المحترفين المجال الفني، هل يؤثر على قيمة العمل؟ أنا رأيي في القضية أنه كل واحد عنده المهنة تاعه. ألاحظ في الساحة الإعلامية مثلا أنه كاين تجاوز لخطوط ممثل مثلا يعطوله يقدم برنامج تلفزيون، أو فنان مغني يقول لي يقدم برنامج تلفزيون. هنا الهدف في بعض الأحيان هو الانتشار أكثر من أي شيء آخر. نفس الشيء ينطبق على دراما، أنها تستفيد من نجاح آخر. عندما تعتمد على ممثلة عندها ناجحة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي وتقول باللي عندها مليون متابع مثلا، أنك تجيبها للدراما معناها تجيب معها المليون مشاهد. ولكن هذه المسألة تنطوي على الكثير من المخاطر، لأن الذي ينجح في الموقع في المواقع لن ينجح بالضرورة في الدراما، ليس بالضرورة. الذين نجحوا في اعتقادي في الدراما الجزائرية هذه السنة هم أهل المهنة، هم ممثلي المسرح. فعلا فعلا هم الذين نجحوا. ريم تاكوشت ابنة المسرح وأبدعت جدا في دورها في المسلسل الذي والله هو تقريبا يحيى مزاحم المخرج اعتمد على الممثلين المحترفين عملوا، كان واضح جدا بصمتهم وظهورهم بهذا الوجه الجميل، في حين انه هواة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والله يذكرونا حتى في السينما قديما، يعني السينما الغنائية لما كان فريد الأطرش لما كان يمثل في السينما أداء ضعيف كممثل جدا يعني ماهوش، في حين أنه كمطرب كمغني في في في, في الغناء نجم، فأصبح يعني الأفلام هي بمثابة ترويج لأغانيه. ولكن هذه عملية تجارية بحتة في اعتقادي، تؤثر على الفن وتؤثر على الدراما بشكل سيء. أنا رأيي ليس لأنه واحد نجح في تيك توك أو في مكان آخر أنه بالضرورة لازم ينجح في الدراما، لا مفروض، لأنه الممثل تاني ممثل دراسة وتكوين فخليه كل واحد في مكانه في مكانه. نعم، بالنسبة للمعايير التقييم، المعيار اللي راني لاحظته أصبح كثير الاستخدام في السنوات الأخيرة بالذات في السنتين الأخيرتين هذون، هو نسبة المشاهدة في اليوتيوب وفي المنصات العرض الإلكترونية. هل يمكن اعتماد نسب المشاهدة كمعيار للنجاح؟ هذه مسألة مهمة جدا، ولكن أعتقد أنه ما يحدث الآن هو نتيجة غياب قانون يضبط هذه الأمور. اعتقادي مفروض احنا كما كاين قانون إعلام مثلا ينظم عملية الإعلام، مفروض أيضا يكون قانون ينظم عملية صدر الآراء. نعم، ويكون قانون أيضا إشهار ينظم عملية الإشهار. ففي غياب القوانين نصبح أمام هذه الظاهرة، أنه هناك تسابق من أجل إحراز مرتبة أولى، ولكن بطرق غير واضحة في الحقيقة. على أي أساس تقول لي أنت الآن أنه هذا المسلسل هو الأكثر متابعة من هذا،
يقول لك هذاك عنده انا شفناه طالعه يقول لك 55 مليون مشاهده، الاخر يقول 70 مليون ما زاد علني يعني. أيه. واحد يقول عندي 100 مليون مشاهده، الاخر يقول صح. هل يمكن ان نتحقق من ذلك؟ لما نقول لك انا مسلسل، اي مسلسل ما نذكرش الاسم، هو الذي اخذ اكبر نسبه مشاهده في الجزائر، ايه، ونقول لك فاز بمش عارف كذا المشاهده، هل يمكن ان ممكن استخدم ذباب الكتروني واشياء من هذا القبيل؟ نعم صحيح. هل يمكن ان تؤكد لي صحتها؟ كيف استطعت ان تحسب باللي عندك انت 20 او 30 مليون مشاهده للحلقه او 5 ملايين او مليون؟ نعم ممكن تدخل عوامل. فهنا العمليه ايضا هنا اعتقد ليست نزيهه، اعتقد ليست نزيهه، وفيها الكثير من المغالطات في غياب قانون يوضح الأمور. يجب أن نسارع، رأي شخصي هذا، يجب أن نسارع إلى إعداد القوانين التي تنظم هذه العملية، كما يجب أن نسارع أيضا إلى وضع القوانين التي توضح، التي تنظم الإشهار أيضا. الآن الصراع الموجود بين القنوات التلفزيونية، احترم كل القنوات التلفزيونية الموجودة في الجزائر، وأنا سعيد جدا أنه في الجزائر كاين قنوات تلفزيونية خاصة وعامة وأشاهدها وفيها أصدقاء وزملاء، هذا ما كاينش مشكل. ولكن على أي أساس تقول لي أنت أن هذه القناة هي الأولى وهذه الثانية وهذه الثالثة؟ فيظهر لي أنه لازم توضيح تنظيم الأمور. فعلا تلفت انتباهنا إلى أنه عملية التقييم لازم يضبطها قوانين، لانه غير معقول، لانه في الاخير ممكن يكون كاين ذباب الكتروني، تكون كاينه لجان الكترونيه تقوم برفع المشاهدات، وعمليه في الاخير تجاريه اخ مصطفى، في نهايه الامر هذا نعم. تجاري مش فني او عمل تجاري فقط، وهذا يعني يضر في قيمه العمل الفني. عربيا هل تابعت بعد ما قليلا قليلا عربيا؟ ما نكذبش عليك اخ مصطفى، انا كنت اتمنى نشوف معاوي، تمنيت كثيرا نشوف معاوية، لكن للأسف السياسة غلبت وهذا راح يقودني إلى الحديث حول الدراما، أنت كيف تكون ضحية في كثير من الأحيان، كيف تكون ضحية؟ يعني يكفي أن يتفق الإيرانيون والسعوديون ويتوقف على إقامة علاقات لكي يتوقف عمل درامي. فهذه المخاطر التي تعانيها الدراما، هي من المفروض ما تكونش، لأن الدراما في كثير من الأحيان هي وسيلة للترفيه، للتوعية، ولكن في بعض الأحيان تصبح أداة في سياق حرب إيديولوجية فكرية إلى آخره. إيه، هم كانوا مجهزين مسلسل معاوية يعني يعرف في منصة شاهد 100 مليون نعم. أورو، وبالمقابل كانت إيران مجهزة أبو لؤلؤة، وبعد ما وقع الاتفاق تم، وظهر أنه كان الكثير من الأعمال ألغيت. السياسة تأثر أعتقد أنه كثيرا على انتشار العمل الدرامي العربي، يعني نتكلموا على مستوى أوسع يعني إقليمي. أعتقد أن السياسة تلعب دور كبير، السياسة الخارجية تلعب دور كبير. مثلا مسلسل الآن تراند يعني ابتسم أيها الجنرال، هذا إنتاج سوري، هو يعرف رواج كبير لأنه يعالج موضوع سياسي أرادت جهات معينة أنه 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 يصل إلى الناس، يعني تأثير السياسة. نفس الشيء هذا ابتسم أيها الجنرال، يعني تصور لو قبل أسبوع من شهر رمضان يحدث تقارب مثلا سوري إماراتي مثلا، يتوقف العمل. نعم. يعني الدراما ينبغي أن أعتقد أن تبتعد، تحاول على الأقل أن تبتعد على أن تكون أداة في يد السياسيين. خليها في الجانب الفني الثقافي، معليش تتناول القضايا السياسية. مهم، لاحظنا في الدراما في الوطن العربي في المدة الأخيرة أنه الكثير من المسلسلات تعاطت مع الإرهاب، مع الحركات الإسلامية مثلا في مصر،
ممكن تتعاطى مع القضايا السياسية، ولكن لا ينبغي أن تكون وسيلة في يد السلطة، في يد السلطة. لأنه المسلسل اللي تكلمت عليه الآن السوري هو وسيلة، أصبح وسيلة في يد حكام معينين في دول معينة ضد نظام دولة أخرى في دولة أخرى. في الأخير أستاذ عمار، يعني ما إحنا نحن في شهر رمضان، ما هو تفسيرك لغياب المسلسل الديني؟ والله غاب عن المسلسلات سواء عن المشهد الوطني أو على المستوى حتى العربي والإسلامي، لا توجد مسلسلات دينية في شهر رمضان، ما تقييمك؟ والله مصطفى أنا صحيح، هو يفترض رمضان هو التوقيت الزمني المناسب للمسلسل الديني، يفترض هذا هو. وجيلي أنا على الأقل وجيلك أنت أيضا عشنا على مسلسلات الإسلام، علماء المذاهب كانوا يقدموا هنا في رمضان، حتى في الجزائر يعني كنا نشوفوا عبد النور شلوش ربي يشفيه، كنا نشوفوا بهية راشدي، نشوفوا مسلسلات باللغة العربية الفصحى تقدم سير الصحابة، غابت هذه المشاهد الجميلة. نعم كان كاين هذا العام كاين مسلسل الشافعي، الشافعي ولكن دون المستوى اعتقد الشافعي كاين ولكن في المصري، ومسلسل مصري بالمناسبة، ولكن صارت حوله نقاش كثير يبدو لي حول المحتوى، وحول يبدو لي انه انا ما لم انا تابعت حلقات منه استاذ، كان اشياء نسبت للشافعي، مثلا قصائد شعريه نسبت للشافعي وهي ليست للشافعي، لشعراء معاصرين موجودين الان، يعني شاعر منهم مصري اعترض قال هذه الابيات لي وهذه قصائدي قصيدتي، كيف نسبتموها للشافعي في هذا المسلسل؟ هذاك المسلسل اعتقد انه خطا. معاوية كان سيعرض معاوية، وهو مسلسل ديني يعني بكل تأكيد. نعم فالمشكل أنه الآن الخلافات، يبدو لي الخلافات الموجودة على المستوى الدول الإسلامية بشكل عام، الخلافات في المذاهب، في الصراع سني شيعي، يبدو لي انعكس بشكل مباشر، يبدو لي على ثم أن قضية منتجين أيضا، قضية انتشار، ربما قضية لأن المسلسل الديني ربما لا يعيد الأموال التي تصرف عليه، ربما لا أعرف. أنا كلمت مرة، لا أدري إن كنت سأقول هذا الحديث، حدث أني كنت مسؤول البرمجة في التلفزيون العمومي، وطلبت من بعض المنتجين العرب، الموزعين العرب، طلبت أن أشتري مسلسل التلفزيون العمومي، نشتري مسلسل أو اثنين دينية، مسلسل ديني. فاتصلت هاتفيا بكثير من المنتجين في الإمارات، في سوريا، في مصر، في الأردن. من بين الإجابات التي وصلتني قال لي اثنين أو ثلاثة موزعين، لا أذكر أسماءهم، موزعين عرب، قالوا لي أن شركات الإنتاج العربية لم تعد تنتج المسلسلات الدينية مباشرة بعد انطلاق عملية الطبيعة مع إسرائيل. يبدو ما فهمته أنا، هذا الكلام غير هذا تحليلك الشخصي، أنا ما فهمته أنا من الذين تحدثت معهم، موزعين عرب في الأردن، في الإمارات، في سوريا، لا في سوريا، في الأردن، في لبنان وفي الإمارات، قيل لي أن هناك ربما أشياء ضمنية في عملية التطبيع الموجودة بين اتفاقية التطبيع الموجودة بين بعض الدول العربية وإسرائيل، كما لو أنها هذه الاتفاقيات التطبيع، كما لو أنها تطلب من هذه الدول، من هذه الشركات الإنتاج الموجودة عندها، الابتعاد قدر الإمكان عن إنتاج المسلسلات الدينية التي تعيد إحياء
الماضي الجميل للدول الإسلامية للأسف الشديد. فيبدو لي هذا ربما يكون تفسير قريب من ربما لما شوفوا مصطفى العقاد الله يرحمه كان يجهز لصلاح الدين مسلسل صلاح الدين أو فيلم عن صلاح الدين ويعني لم ينجز في حياته، كان يسعى لإنتاجه لم ينتج حتى بعد ما توفى. في الأخير كامل عندك متى سنشاهد ليالي سردينيا على التلفزيون؟ أتمنى ذلك إن شاء الله يا ربي، أسعى إلى ذلك، أسعى صار والله رواية جميلة من رواياتك أنا قريتها وتصلح كثيرا للتصوير، يعني هذا إن شاء الله إن شاء الله يكون كاين منتج لي يتبنى هذا العمل ليالي سردينيا. بالمناسبة مصطفى أنا أشكرك لأنك ذكرتني برواية ليالي سردينيا، هي أول رواية كتبتها أنا ليا. أتمنى أيضا أن يحدث هذا الانتقال من الرواية الورقية إلى المسلسل. أنا أنهيت خلال شهر رمضان هذا أنهيت روايتي الثانية. جميل، هذا خبر لا أحد يعلم بهذا حاجة بهذا. أنهيت روايتي الثانية عنوان مؤقت، عنوانها مؤقت السنة الخامسة بعد الميلاد، هذا عنوان مؤقت أكيد سيتغير. أتمنى إن شاء الله أن تنشر نهاية السنة إن شاء الله. إن شاء الله، هذا خبر جميل هذا. شكرا جزيلا أستاذ عمار برويس، في انتظار روايتك وفي انتظار أيضا أنه ينتج خاصة ليالي سردينيا لأني قريتها وأعجب بها يما أعجب. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. شكرا لك مصطفى، وشكرا لمؤسسة الحوار على هذه المبادرة الطيبة. أشجعكم وأشد على أيديكم في كل الأعمال التي تقوم بها، خاصة على المستوى الورقي، إن كان على المستوى الورقي أو على المستوى سمع البصري. الله يسلمك وربي يوفقك إن شاء الله. شكرا جزيلا. متابعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج الجزائر والناس اللي حكينا فيه على الدراما، وكان ضيفنا الأستاذ عمار برويس. نلتقي إن شاء الله في عدد قادم بعد غد بإذن الله. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. صح.